بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك، آملنا ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم يا رب العالمين، أزل ما بيننا من نفاق وشقاق وسوء أخلاق يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. وانزع الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا نصرة لدينك يا رب العالمين، واجعلنا من المجاهدين فيك يا رب العالمين، حتى تهدينا سبلك بأرحم الراحمين يا رب العالمين. وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل عبادة العابدين ودعاء الداعين وتسبيح المسبحين وصلاة المصلين وصيام الصائمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين وفضلك يا أرحم الراحمين، وتب علينا وعلى سائر المسلمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وانصرنا على أنفسنا وعلى الشياطين وعلى الدجاجلة وعلى اليهود والنصارى ومن والاهم، بتوفيقك وكرمك وقهرك يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. الحديث 69 من الكتاب، حديث الرؤيا في تعذيب العصاة. الرؤيا بالألف معناها المنامية، والرؤية بالتاء المربوطة معناها البصرية، والرأي معناه الرؤية العقلية. يبقى في رأى رأيا يعني اعتقد مذهبا عقلي، يبقى رأى رأيا يعني اعتقد مذهبا معين، وهو المذهب العقلي أو الرؤية العقلية، تسمى رأية، وهي فعلها رأى. ورأى رؤية أي ببصره في الواقع في عالم الحكمة عالم الملك. أما رأى رؤيا بالألف أي رأى مناما، عشان نعرف الفرق بس. فده حديث الرؤيا بالألف في تعذيب العصاة، أي أن هناك منام للنبي، رأى مناما في كيفية تعذيب بعض العصاة في برازخهم، كيف يعذبون في برازخهم أي قبل بعثهم ونشرهم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا. هنا قال صلاة وبعدين الليلة، يبقى صلاة الصبح لأن هي اللي بتعقبها الليل. نفهم من أن الصلاة اللي هي هنا صلاة مبهمة أن هي صلاة الصبح على طول. ليه؟ لأنه يسألهم بعدها: من رأى منكم الليلة رؤيا. فإيه الصلاة اللي بتيجي بعد الليل؟ هي الصبح، فنفهم على طول دي صلاة الصبح. فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم: إيه الرؤى اللي انتوا شفتوها الليلة دي؟ فاللي يقول له رؤيا النبي يقولها له صلى الله عليه وسلم، لأن الرؤيا
كلما كان الإنسان صادق في حياته كلما صدقت رؤيا، وكلما كان كاذبا في حياته كان كاذبا في رؤيا. وعلشان كده رؤيا الأنبياء حق، لأنهم أصدق الخلق. فاللي صادق بنسبة 50% رؤيته تبقى مشوشة، اللي صادق في حياته، واللي يغلب عليه الكذب رؤيته تكون أشد تشويشا. فأنت العبرة، سلوكك في الحياة، أنت كاذب ولا صادق؟ إن صدقت وغلبت عليك الصدق كانت رؤياك حق، وإن كنت كاذبا مدعي الرؤى تبقى زي واقعك، فيها ادعاء وفيها كذب وفيها تخليط وتشويش. فليس كل رؤية يراها المسلم تبقى حق، على حسب حاله، خد بالك، على حسب حاله من التخليط أو من العبادة والصلاح. الصحابة كانوا عدول، وبالتالي النبي كان يهتم برؤياهم لأنهم لم يكونوا كذابين، فكانوا أهل عدالة وأهل ضبط وأهل ديانة. فلما كانوا على هذه الحالة كان النبي يهتم برؤياهم، وكل ما يصلي صلاة صبح يقول مين اللي شاف رؤيا النهاردة أو الليلة اللي فاتت، ويجي يقصها لي، يقوم النبي يؤولها لهم. ففي مرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، ما حدش شاف رؤيا خالص، الليلة سكتوا. فقال: فسألنا يوما فقال: هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة. النبي بقى هو اللي رأى. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، اللي هي القدس يعني، بيت المقدس. فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. عارف الكلوب؟ الخطاف من حديد كده، خطاف. عارف السنارة اللي تصطاد السمك بيها؟ عاملة كده، هو ده اسمه الكلوب، ويكون من حديد كالخطاف يعني. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخله في شدق. موسى ده أحد رجال الإسناد، لأن هنا ساق الإسناد مختصر، لكن موسى ده مذكور في الإسناد. قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخله في شدقه، يعني يدخل هذا الكلوب في شدقه ويشقه كده لحد ما يطلع من أفاه، فإنه يدخله في شدقه، والشدق هو جانب الإيه؟ الفم. ده اسمه الشدق، جانب الفم، ما كان من داخل الخد من تجويف الفم يسموه الشدق. فإنه يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، أو القفو، يبقى يدخل كده ويشق حتى يصل إلى قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. وده يبين لك ان ايه، ان الالتئام يبقى في الحال، في هذا العالم اللي هو عالم البرازخ، الحالة فيه، قوانين الحياة فيه مختلفة عن الحياة احنا في ايامنا. لو واحد شدقه اتفتح هيقعد له بتاع شهرين على ما يلتئم، وعلاجات وشغلانة ومضادات حيوية وغرز عميقة وغرز سطحية وشغلان على ما يخف. لكن ده على ما يخلص الجنب ده يكون التاني ايه؟ التأم يشتغل فيه، على ما يخلص الجنب التاني يكون الأولان التأم، وهكذا إلى ما شاء الله. يبقى ده قوانين تختلف عن قوانين عالمنا في الدنيا. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه. واحد نايم كده على قفاه، يعني نايم على ظهره، أدي معنى مضطجع على قفاه، يعني نايم على ظهره، يعني صبين كويس، لأن اللي نايم على وشه يسموه برون،
واللي نام على قفاه يسموه نايم على ظهره. اللي انا باكد لان انا عندي العيانين اقول للعيان نام على ظهرك روح نايم على بطنه، حاجه غريبه والله كده مشهوره قوي. يبقى العيان طالع على السرير اقول نام على ظهرك عشان ينام عادي ما ينامش على جنبه، قال ايه راح نايم لي على بطنه. نام على ظهرك يعني خلي قفاك لتحت وبطنك لفوق، ادي معنى نايم على قفاه. فهمت بقى؟ والعجيب ان العاده دي مكتوبه حتى في الكتب الانجليزيه، يقول لك من عجائب المرضى، يعني حتى الاطباء في اوروبا لاحظوه، يقول لك من عجائب المرضى كل ما الطبيب يقول للمريض نام على ظهرك روح نايم له على بطنه اوتوماتيك كده. فالظاهر الواحد احسن ما يقولوش نام على ايه، يسكت. فايه الجدع ده بقى التاني؟ نايم ايه على قفاه، يعني كده اهو، يعني باصص للسما كده. مضجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. واحد تاني راجل تاني واقف ناحية راس اللي نايم ده وماسك صخرة كبيرة وقاعد يديله على دماغه، تقوم دماغه تتفتفت، وبعدين من كتر ما بيخبط الصخرة تقوم تدهده دماغه والصخرة تروح بعيد، فعلى ما يروح يجيبها تكون دماغه رجعت سليمة تاني، يروح مديله تاني ويروح تروح وهكذا. واخد بالك؟ دي صورة العذاب الثاني. يبقى في صورة أولانية شفناها بتاع الكلوب والشدق، وده بتاع النائم والصخرة اللي على دماغه. حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. الفهر اللي هي حجرة كبيرة يعني، أو صخرة، فيشدخ بها رأسه، يعني إيه؟ يعني يحطم بها رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر، من شدة الضربة الحجر مكسر دماغه ويتدحرج على الأرض. ده دليل إنها ضربة قوية أوي، لأن الضربة ما تبقى ضعيفة الحجر يدوب يعور ويروح واقع جنبه ما يجريش. فكون النبي يقول تدهده على الأرض دل على شدة الضربة. فهمت بقى؟ لأن النبي فصيح يريد أن يصور لك الصورة بالظبط. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو. فعاد إليه فضربه، قلت من هذا؟ قال انطلق. لسه هنفرجك حاجات تانية وبعدين نشرح لك بعدين. يعني كل ما النبي يسأل تفسير يقولوا له لسه، نحن عندنا يعني صور كثيرة نريد أن نوضحها لك ثم نشرحها لك بعد ذلك، زي نظام الخضر مع ايه؟ مع سيدنا موسى، لحد ما ايه خلص وقال له بقى ايه؟ هقول لك بقى تأويل ما سبق. يبقى في الاول اجمال ثم بيان، العادة كده الاجمال اولا ثم البيان ثانيا. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا الى ثقب مثل التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع، يعني حاجة كده عاملة زي الفرن، تحتيه واسع وفوهته ضيقة عاملة زي الزجاجة الضيقة العنق. كويس؟ فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، يعني مثل الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. التنور ده ممتلئ، فكل ما يغلي الحاجة اللي جواه تطلع قرب الفوهة بتاعته تكاد تقع، وكل ما يهدى النار شوية يروحوا نازلين تاني وهكذا. وفيها رجال ونساء عراه، اللي بيغلي عليهم ايه جوه؟ شوية ستات ورجالة عراه، نسأل الله السلامة. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر قال يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن جرير بن حازم، وعلى شط النهر، بدل وسط النهر شط النهر، رجل بين يدي حجارة، يعني نهر من دم وواحد بيخوض في هذا النهر، كل ما يحاول يطلع على الشط في رجل تاني قاعد على الشط جنبيكم حجارة، يروح مديله بالحجر يدخل في فمي فيرجع تاني يقع في النار.
كلما حاول دي الصورة الثالثة أو هي دي الصورة بقى الثالثة مش كده أو الرابعة، دي رابع صورة. الأولانية الكلوب والتانية اللي هو بتاع دماغه بيشدخها، والتالتة الجماع العراة اللي في الإناء، والرابعة الرجل اللي بيخوض في بحر الدم. كويس، أدي الصورة الرابعة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن منها وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يبقى يصنع به إلى يوم القيامة معناه في برزخ، يبقى ده عذاب في البرازخ، مش ده عذاب في النار بقى، ده عذاب البرازخ. فهمت بقى؟ ففهمنا إن دي مش صورتهم في جهنم، ده صورتهم في قبورهم. وده يدل على إيه؟ على ثبوت عذاب القبر لمن ينكره. فيصنع به إلى يوم القيامة، فيصنع ولا فيصنع؟ عندك إيه؟ يصنع، لأن أنا عندي مشكلها غلط. لا خلينا ناخد قلم بس عشان يبقى قلمك معاك. عندي تشكيل تملي بيبقى فيه أخطاء في التشكيل. فيصنع به إلى يوم القيامة. لازم لما تقرا الحديث تقف عند كل جمله تقوم تفهم ما وراءها، مش تقرا كده وخلاص. يعني احنا فهمنا من خلال الحديث ان ما حددش ايه هي الصلاه اللي بيسالهم فيها. عرفنا لما يقول منعكم الليل عرفنا ان صلاه الصبح، مش كده؟ ادي بالفهم من الاول، مش عايز شرح يعني، ما هو واضح اهو. وعرفنا كمان ان إنها يصنع به إلى يوم القيامة، مش يصنع، لأنه مش هو اللي بيصنع، ده بيصنع به. فحتى لو التشكيل غلط أنت تدركه علشان تبقى عندك على بصيرة يعني. فيصنع به إلى يوم القيامة. وعرفنا من كلمة يوم القيامة إن ده عذاب قبر. شفت كمان كل ده؟ اديك انت بتفهم طول ما انت ماشي، مش من قبل حد يشرحه لك. ليه؟ لانك عندك وعي باللغه، فلازم يكون عندك وعي باللغه، مش تستنى حد يشرح لك، بس حتى لو قريت الشارح ومنوهش على هذا تروح انت عامل حاشيه على الشرح وتضيف معلومه جديده ممكن تفوت على الشارح. فهمت؟ فلازم يكون عندك وعي عند قراءتك كلام النبوه، لانه كلام النبوه كله حق. فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، الرجل بتاع رأسه اللي قاعد نايم على ظهره ده ورأسه، فرجل علمه الله القرآن، يعني حافظ القرآن، فنام عنه بالليل، ما صلاش بالليل لأن القرآن يحب صلاة الليل، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وفي النهار ماشي على حل شعر، ما بيمشي مقتدى القرآن في النهار، وبالليل ما بيقومش يصلي بالقرآن، يعني أهمله تلاوة وأهمله عملا. يبقى أهمله تلاوة وأهمله عملا، عشان كده يصنع به هذا. فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب، اللي هم الجماعة العراة بقى، الصورة الثالثة،
والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والجرع التاني بتاع نهر الدم، والذي رأيته في النهر فآكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة اللي حواليه صبيان، ده سيدنا إبراهيم. والصبيان حوله فأولاد الناس، أولاد الكفار، أولاد الناس اللي هم أولاد الكفار. لكن أولاد المؤمنين خلاص في الجنة، لكن دول أولاد الكفار ماتوا بغير تكليف، فبرضه نهايتهم تقول إلى الجنة بعد كده. والصبيان حوله فأولاد الناس. والذي يوقد النار، مش جنب سيدنا إبراهيم في رجل بيوقد نار، مين ده بقى؟ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت الجنة دار عامة المؤمنين. يعني الجنة في جنتان ومن دونهما جنتان، مش كده؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، يبقى درجات. فالجنة الأدنى هي اللي دخلها الأول، والجنة الأعلى دخلها بعدين. والدار الأولى اللي هي ومن دونهما جنتان، اللي هي مدهمتان فيها عينان ضاختان، هي دي. إنما التانية بقى ذوات أفنان، فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، دي حاجة تانية. اللي هي موصوف، الجنتين دول موصوفين فين؟ في سورة الرحمن. عشان كده جاء في سورة الواقعة بعدها الأصحاب اليمين والسابقين، عشان يبين ان الجنتين العاليين دول للسابقين، السابقون السابقون اولئك المقربون. طب واصحاب اليمين؟ ده في الجنتين اللي هو من دونهما، فهمت؟ فالقران بيفسر بعض، يعني في سوره الرحمن تعرف ايه اصحاب كل جنه من سوره الواقعه بعدها. والدار الاولى التي دخلت الجنه دار عامه المؤمنين، واما هذه الدار، الدار الثانيه بقى العاليه، فدار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، الرجلين بقى اللي كانوا بيطوفوا مع النبي، قال له إيه؟ أنا جبريل وده ميكائيل، اللي كانوا بياخدوا النبي يفرجوه على على المظاهر والصور دي. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذلك منزلك. النبي بقى منزله في في الفردوس الأعلى، أعلى درجة في الجنة. فقلت دعاني أدخل منزلي. طب أدخل بقى زي ما دخلتوني المنازل دي، طب أدخل منزلي أشوف. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. هنا خلصت الرؤية وخلص الحديث. الشيخ أبي جمرة بيقول إيه هنا؟ ظاهر الحديث يدل على دوام سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم إثر الصلاة عن من رأى منهم رؤيا، وعلى دوام تعبيرها لهم، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم في هذا اليوم الذي لم يرى أحد شيئا ما رأى هو عليه الصلاة والسلام في نومه، والكلام عليه من وجوه. احنا في زماننا انتشر الكذب، فلا تعول على رؤى أحد، خد بالك بقى، دي نقطة مهمة قل من نبه عليها. من علامات القيامة انتشار الكذب، فلما ينتشر الكذب في الحياة ينتشر الكذب في الرؤى، فتتشوش الرؤى. أنا بقول لك ليه؟ لأن بعض الناس أشياء يقول لك أصل شفنا رؤية إن النبي قدم مرسي يصلي بالناس، والتاني شاف رؤية إن سيدنا جبريل نزل مش عارف أعمل إيه، عشان تعرف إن هذا تشويش. احنا في زمن فتن، وزمن الفتن ينتشر الكذب، فتتشوش الرؤى على الناس، فين؟ خصوصا ان في بعض الامراض النفسيه كالشيزوفرينيا، الانسان ممكن يرى الرؤيا اللي تعجبه في الوقت اللي يعجبه، احلام يقظه وليست من الله بل من هلاوس نفسه، فيبقى هلوسينيشن، فيجي يحكيها للناس يفتكروها رؤيا توافق هواهم يحكوها على الملأ. فلا تتسرع أيها المسلم أن تتأثر بمضمون رؤية في زمن الكذب، واضح؟ ولكن عليك بالواقع، والواقع لا تساهم في الفتن، وتجنب أن تتبع سنن من كان قبله.
فلا تقلد اليهود ولا النصارى ولا الأوروبيين في شعاراتهم ولا في أسلوب حياتهم ولا في نمط تفكيرهم، تجنب ذلك وارجع إلى القرآن والسنة النص الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واحرص على الرزق الحلال، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقل سلم سلم، وامتنع عن إيه؟ عن الولايات وعن طلب الولاية وعن طلب السلطة، لأنك حتى لو أخذتها لا تجد على الخير أعوان. واضح؟ فدي آداب. ولا تعول على رؤى من يرى، يعني لما تيجي واحد يقول لك أنا شفت رؤية أن فلان ده المهدي المنتظر، تقول له ربنا ما يحرمك من العبط، تقول له على طول كده ربنا ما يحرمك من العبط، لأن المهدي مش هنعرفه بالرؤى، المهدي هيعلن عن نفسه في الواقع. أنا بقول لك ليه كده؟ لأن في الثمانينيات ناس شافوا رؤى هناك في أراضي الحجاز السعودية أن فلان ده المهدي، وقعدوا يشوفوا رأوا شوية مجموعة ناس عندهم شيزوفرينيا ولا عندهم أي حاجة، لحد ما راحوا قالوا، لدرجة أنهم اعتصموا في الحرم وكانوا سبب في انتهاك حرمة الحرم، لأنهم جهلة مش شوية رؤى في زمن كذب. فخد بالك حتى تكون تسير على بصيرة من أمرك، فإذا انتشر الكذب تشوشت الرؤى، وإذا كان الإنسان صالح في حياته صادق لا تتشوش على الرؤى. واضح؟ فدي نقطة مهمة. فالرؤى ليست دليل على يعني الحق مطلقا، هي الرؤية حق، لكن التشويش من الرأي، الرأي إن سقطت عدالته فهيفهمها غلط ويتصورها غلط ويحكيها أغلط، فعلى ما توصل لك هتبقى غير الحقيقة خالص. فهمت بقى؟ فقل من نبه على هذا، عض عليه بالنواجذ. منها قوله صلاة، هل المراد بها العموم وهي الخمس أو واحدة منها وهي الصبح؟ وما الحكمة في دوامه عليه السلام على ذلك؟ ولما أخبرهم عليه السلام بهذه الرؤية؟ فالجواب أن الظاهر من قول صلاة أنها صلاة الصبح، بدليل قوله عليه السلام من رأى منكم الليلة رؤيا، فهذا ما يكون إلا إثر صلاة الصبح. وفيه من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه إذا أدار وجهه إلى الجماعة، وأن ذلك يقوم مقام القيام، وأن هذا هو السنة، ردا على من يقول إنه لابد أن يقوم من موضعه، حتى إن بعض من ينسب إلى التشديد في الدين من الأئمة يقوم من حين فراغ من صلاته كأنما ضرب بشيء يؤلمه، ويجعل ذلك من الدين ويفوته بذلك خيران عظيمان، أحدهما استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والثاني مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينص في هذا الحديث، حيث قال كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ليس إلا، يعني بيقول لك أن السنة الإمام يلتفت للمصلين ويفضل في مكان مصلى، وأن التفاته هذا كأنه هو إيه؟ قام من الصلاة يعني أنهاها، فليس قام من الصلاة أنه يقوم من مصلاه، لا، معناه أنه يلتفت فقط ويفضل في مصلى. وأن يبدو أن في عصره كان بعض الناس فهم أنه لابد أنه يقوم، لدرجة أنه كان يقوم على طول وينتقل ويغير مكانه الإمام بعد ما يصلي، ويقول أن ده يؤدي إلى تفويت سنة وتفويت فضل، تفويت سنة أن النبي كان لا يغير مكان، وتفويت فضيلة وهي استغفار الملائكة له، لأن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلى. فهمت؟ قال كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ليس إلا، ولم يذكر أنه قام، ولو كان لم يقبل بوجهه عليهم إلا بعد القيام لأخبر بذلك، لأنهم رضي الله عنهم بأقل من هذا من فعله عليه السلام يخبرون به ليقتدى به. وعلى هذا أدركت كل من لقيت بالأندلس من الأئمة المقتدى بهم في غالب الأمر يقبلون بوجوههم على الجماعة من غير قيام، وأما دوامه عليه السلام على ذلك فلأنها من النبوة، يعني على أنه يسأل به الرؤية
ليه النبي كان دائم يسأل على الرؤى؟ لأنها من النبوة، لأن هي جزء من الوحي. بس لا تكون من النبوة جزء من الوحي إلا للصادق زي ما قلت لك، إنما المخلط ما تنفعش. فلأنها من النبوة فيحض الناس على الاعتناء بها، لأنه إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يعتني بها وجب علينا اتباعه في هذا. لو لم تكن من النبوة فكيف وهي من النبوة؟ ولوجه آخر، لأنها كانت بداءة الخير له عليه السلام وللمسلمين، لأنه أول ما بدأ به الرؤية الصالحة في النوم، اللي هي بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحديث أول الكتاب وحسن العهد من الإيمان. ومن أولى بحسن العهد منه عليه السلام لقوة إيمانه وكماله. وأما كونه عليه السلام يفسرها لهم فذلك منه تعليم لهم وإرشاد لكيفية التعبير، وهو لمن يعرفه من جملة المنن عليه، كما قال يوسف عليه السلام: ذلكما مما علمني ربي. وكل ما يعملها منفصلة برضه، وكل ما منفصل، وكل ما علمه الآدمي مما لم يكن يعلمه فهو من جملة النعم عليه. وأما إخباره عليه السلام لهم برؤيته تلك الرؤية فلأنها وحي، لأن رؤيا الأنبياء عليهم السلام كلها وحي بإجماع العلماء، وما يكون وحيا فلا يجوز له كتمه. رؤيا الأنبياء وحي، والنبي إمام الأنبياء، فلا، وهو أمر أن يبلغ الوحي، وعلشان كده يبلغهم برؤيا، لأن رؤيا جزء من الوحي، وهو أمر بإبلاغهم بالوحي، لأنه حكم من الله تعالى لعباده، ولأن تلك الأحكام المذكورة فيها على ما نبين بعد إن شاء الله تعالى ثابتة وفوائد جمة لمن فهم. فأراد الإخبار بتلك الأحكام والفوائد، وقوله عليه السلام: رأيت الليلة رجلين، زيادة تأكيد لما قدمناه من أنها صلاة الصبح عشان قال الليلة. وقوله عليه السلام: أتياني، أي جاءاني لموضع الذي كنت فيه. وقوله عليه السلام: فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. الأرض المقدسة هي بيت المقدس، وهنا بحث في إخراجه عليه السلام في النوم إلى الأرض المقدسة. لما خصت من بين الأرض؟ بأن أري له عليه السلام فيها تلك الأمور التي في الرؤيا ولم يكن في غيرها من الأرض. فالجواب أن الحكيم كما قدمناه أولا لا يعمل شيئا من الأشياء بحكم الوفاق، وإنما يعمله لحكمة عقلها من عقلها وجهلها من جهلها. والحكمة هنا تظهر من وجهين: أحدهما لأنها هي الأرض المقدسة دي، يعني موضع الحشر كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فأري له عليه السلام الأمر في موضعه الذي فيه يكون. والوجه الآخر هو أن نسبة إسرائي عليه السلام في اليقظة كنسبة إسرائي في النوم، لأنه حق والحق لا يتبدل. فأول ما أسري به عليه السلام ليلة الإسراء إلى بيت المقدس، وأذي إلى بيت المقدس، كأن دي كان إسراء منامي والإسراء الثاني كان يقظة، ففيه بينهم علاقة يعني. وهذه إلى بيت المقدس، فإن كانت هذه أولا، يعني الرؤية دي أولا، فهي تدرج أو تدريج، وهو حاله عليه السلام في سلوكه، وهو أجل الأحوال على ما تقدم الكلام فيه. وإن كانت هي الآخرة، يعني لو كانت الرؤية دي بعد الإسراء اللي باليقظة، فتكون إبقاء لأثر القرب والإناس كما يأتي في موضوع من حديث الإسراء إن شاء الله تعالى. وقوله عليه السلام: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه، يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. الكلوب حديدة ذات فخذين معوجة الأطراف، عارف أنت الحديدة اللي بيعلق فيها الجزار بتاع الخطاف بتاع الجزار، تلاقي ليه عامل كده وعامل كده من ناحيتين كده، اهو ده الكلوب بقى. فهي حديدة كده يعلق منها وليها ايه، علقة كده وعلقة كده عشان يعلق فخذ الناحية دي وفخذ الناحية دي، فهمت بقى يعني ايه ليه طرفين يعني. وفيه دليل على عظم قدرة الله عز وجل، إذ أن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا في الغالب، ودي أمور برزخية، والبرزخ أول منازل الآخرة، يبقى القبر هو أول منازل الآخرة، القبر مش منازل الدنيا،
القبر ده من منازل الآخرة، لأن أول منازل الآخرة هو البرزخ، هو القبر. وعشان كده هو بيكلمنا هنا في أمور الآخرة بقى. يؤخذ ذلك من كون الشدق الواحد يلتئم بينما يدخل القلوب في الآخر، ولو خرق الشدق في هذه الدار ما التئم إلا بعد أيام عديدة. ويترتب على هذا من الفقه أن تلك الدار أضعاف مضاعفة من عذاب هذه الدار، كما قال تعالى في حقهم: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وكون تلك الحديدة معوجة الطرفين فلأنها أكثر في الإيلام، وكونه جالس بين يديه فلأنه أمكن له في التمكن من عذابه. وفي دليل على أن العذاب يكون في الجارحة التي كانت بها المعصية في الدنيا، كما قال تعالى: جزاء وفاقا. يؤخذ ذلك من أخباره بعد في هذا الحديث، في الحديث أنه يفعل بالكذاب، والكذاب الكذب يخرج من الفم فيقوم يعذب في فمه الذي يخرج منه الكذب. وهنا بحث، وهو هل هذا الذي رآه صلى الله عليه وسلم مع كونه حق، هل ذلك مثال يعرف به الحكم ونرى له الكيفية، أو ذلك حقيقة أري له بعض أهل تلك المعصية على ما هم فيه؟ محتمل. يعني هل اللي رأى النبي ده من عالم المثال تمثيل له، ولا دي حقيقة، ده نموذج لرجل حقيقي بيعذب على هذه الصورة، ولا ده مجرد تمثيل له من عالم المثال؟ فهمت؟ أدي السؤال. يعني محتمل الاثنين، يعني محتمل، لأنه عليه السلام لم يخبر أنه رأى من أهل هذه الحال إلا واحدا، وبالقطع أن أهل ذلك الذنب اللي كتبوا كتير وشاف واحد بس، يبقى ده نموذج. لكن الكذابين كتير قوي بالملايين والمليارات، فهمت بقى؟ وبالقطع أن أهل ذلك الذنب عدد كثير، والقدرة صالحة للوجهين معا، صالحة أن يبقى ده أحدهم حقيقة، أو أنها تبقى نموذج، واخد بالك؟ فقدرة الله صالحة للحالين. وهل الموضع الذي رآه فيه عليه السلام أيضا بالأرض المقدسة هو موضعه الذي كان دفنه فيه؟ طب ولو كان ده رجل حقيقي، هل النبي لما شافه في الأرض المقدسة ده رجل مدفون هناك في الأرض دي وبيعذب؟ أو فسح له عليه السلام من الأرض المقدسة حتى رأى في موضعه على حاله في أي موضع كان، إلا أن الله سبحانه وتعالى طوى له الزمان المكان؟ فالقدرة أيضا صالحة للوجهين، يعني ممكن تفهمه كده وكده، صالح الأمر، صالح للوجهين. وفيه أيضا دليل على عظم قدرة القادر، وفيه دليل على أن من الفصيح في الكلام الحذف والاختصار، إذ لم ينقص ذلك من المعنى، إذا لم ينقص ذلك من المعنى شيئا. يؤخذ ذلك من قوله: يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ولم يذكر كونه يشقه بعد. هو يدخله في شق، عشان يدخل قفاه معناه شقه، ما قالكش شقه لأنه مفهوم خلاص، فهمت زي؟ يعني المقصود ان طالما تختصر، طالما هو مفهوم ضمنا، ذلك للدلالة عليه بقول: فيلتئم شدقه هذا. فلو كان ثقبا دون شق محتاج ان يبين انه لا يرجع الى الاخر الا وهو قد التئم، لانه اذا ثقب موضع من الشدق الواحد بقي منه مواضع غير ذلك فيرجع فيثقب فيها، فيكون اكثر في تألمه لكونه يبقى له جرح ويجرح جرحا آخر في جنب الجرح الأول. ولكن لما كان شق لم يبق له فيه ألما يرجع إلا أن يلتئم، لم يبق له فيه لما يرجع إلا أن يلتئم. لما ولا ألما؟ ها؟ لما. طيب يبقى عندي هنا الهمزة زيادة. فلذلك بين بقول فيلتئم، وقول فانطلقنا أي سرنا، قول حتى أتينا أي بلغنا، وقول صلى الله عليه وسلم إلى رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، الفهر الحجر المدور والصخرة حجر مبسوط، وقوله فيشدخ به رأسه أي يكسره، فيشدخ به رأسه أي يكسره ويبالغ في كسره، وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا ضربه تدهدع الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. هذه الصفة كناية عن شدة الضرب بالحجر، لأنه إذا ضرب به حتى زال عن يده وذهب إلى بعد عنه من حيث يحتاج أن يمشي إليه وحينئذ يأخذه. فهذه الصفة عندنا في هذه الدار معلومة، إذ أنه إذا كان الذي يضرب بالحجر ذا قوة بعد ضرب الحجر في الشيء الذي يضربه به ويذهب عنه إلى بعد، وربما إن أصابت شيئا آخر كان تأثيرها فيه كثيرا، يعني لقوة الضربة يعني.
وفيه من الكلام مثل الذي قبله من الدليل على أمور الآخرة وعظمها وعظم القدرة الربانية الجليلة، وفي هذا الفصل وفي الذي قبله دليل على أن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، ويؤخذ ذلك من كون هذا مضطجع لا يقدر أن يتحرك بلا شيء يحبسه، والآخر قاعدا أيضا بلا شيء يحبسه، كلاهما مستسلمان لهذا الأمر العظيم. يعني في أمور الآخرة لا مهرب من العذاب. لو أنت في الدنيا وعايز تعمل كده في واحد وبعده مش مكتفه يجري فتحتاج تكتفه، لكن في أمور الآخرة هو مقهور أن يستقبل عذاب ولا مهرب، واخد بالك؟ فهو مش محتاج يبقى متكتف. والتاني مضطجع، ولو واحد مضطجع وشايف واحد في ايده حجر هيقوم يجري، لكن ده مضطجع ومستسلم ما يقدرش يخطر في باله ان حتى يجري او يهرب. ليه؟ لان امور الاخره مبناها القهر وليس الاختيار، مبناها القهر وليس الاختيار، وامور الدنيا مبناها الاختيار. وفي هذه الدار لا يمكن أن يجلس أحد لبعض ما هو أقل من هذا إلا بحبس شديد من وثاق أو غيره، هذا من عجائب القدرة. وفي أيضا دليل يتبين به معنى قوله تعالى غلاظ شداد، لأن قوة تلك الضربة لا تكون إلا عن تلك الصفات المذكورة، وهي من جملة التخويفات. وهنا بحث، وهو لما خص هذا العضو من سائر الأعضاء بالعذاب اللي هو الرأس يعني. فالجواب أنه هو الذي ترك السهر بالتهجد بالقرآن كما يذكر في آخر الحديث، وهناك يكون البحث عليه قوله عليه السلام قلت ما هذا؟ قال انطلق، فانطلقنا إلى ثقب من مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تتوقد تحته نار، فإذا اقترب، اقترب بمعنى قرب، كقوله تعالى اقتربت الساعة أي قربت، فإذا قربت منهم تلك بحرها، وهذا كناية عن عظيم تأججها، ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا منها. هكذا تفعل القدر هنا إذا كانت على النار واشتدت النار تحتها غلت، فارتفع ما فيها إلى أعلاها حتى أنه إن غفل عنها رمت بعضه خارج القدر. يعني أنت ما تحط قدر على النار وتغفل عنها ممكن تغلي لدرجة تفور ويقع برا، فهمت؟ فدل بهذه الصفة على عظم حرها، والحكمة في كونه مثل التنور أعلى ضيق لأنه أبلغ في حرارة النار، أما يبقى على ضيق يحبس الحرارة فده أبلغ في شدة حر النار، وكمان أما يبقى على ضيق يعني لا مهرب لأنه تنعكس حرارتها إلى الداخل. وقوله حتى كادوا أن يخرجوا أي قربوا من الخروج، فإذا خمدت أي سكن حرها رجعوا فيها أي رجعوا إلى الحالة الأولى. قوله وفيه رجال ونساء عراة، الكلام عليه كالذي تقدم من إظهار القدرة وعظمها. وهنا بحث، وهو لما كان من تقدم من المتعذبين منفردين وهؤلاء مجتمعين. فالجواب أن نقول هذا كما أخبر عز وجل في كتابه بقوله جزاء وفاقا، لم تكن هذه المعصية في هذه الدار إلا في جمع، والجمع ينطلق في اللغة على الاثنين فصاعدا، لما كان الزنا لابد فيه من أكثر من فرد، الزاني وزانية، وأقل الجمع اثنين، فصاروا يعذبون مجموعين لأنها لا تتم إلا في جمع، بخلاف الأمور التانية اللي هو يغلب عليه النوم وما يقومش بالقرآن فده فعل منفرد فيعذب منفردا، والكذاب يكذب لوحده فيعذب منفردا، إنما الزنا يكون مع جماعة فيعذبوا في جماعة اللي هي شلة الأنس والعكننة، مش كده برضو؟ يعني الأنس في الدنيا يعني لأهل المعاصي، ما هو أهل المعاصي لا يأنسوا إلا بالمعاصي فيسموه شلة الأنس، وإحنا نسميها العكننة، العكننة اللي أنا تقول إلى العذاب. والجمع ينطلق في اللغة على الاثنين فصاعدا، وهتك وهتك ما أمر به من ستر العورة، كان هنالك كذلك حكمة حكيم، وهؤلاء هم الزناة كما يخبر بعد. وفي فائدة كبرى لمن رزق التصديق به والإيمان، وأعني التصديق الذي يكون حقيقيا، وهي إن تحرك من في النفس أو من الشيطان، إن تحرك من النفس أو من الشيطان باعث لمثل هذا يذكرها هذه الحالة المهلكة فترجع عن غيها، ولهذا وما أشباه أعلمنا به، لأنه ليس من يخاف عقابا على الجملة لا يدري قدره مثل من يخاف عقابا معلوما، هذا في الخوف أبلغ. يعني كل ما الواحد يميل شهوته أن يفعل الزنا يفتكر الصورة اللي النبي قالها دي فده أبلغ أنه ينتهي، فهمت بقى؟
من باب التخويف يعني. كما ذكر عن بعض المتعبدين أنه حسده ناس من شياطين الإنس في حاله المبارك، فأرادوا أن يوقعوه، فأخذوا امرأة في غاية الحسن والجمال بعدما علموها ما تقول له وكيف تستدرجه وزينوها، ثم تلاحوا بينهم. يعني في راجل عابد والناس غاروا منه، فزقوا عليه امرأة حسناء علشان توقعه في الفاحشة، يقوموا يجدوا مسوغ انه يضربوه ويسوقوا سمعته. وكيف تستدرج ويزينوها لا وزينوها ثم تلاحوا بينهم وعملوا خناقة مصطنعة قدام الراجل، ان البنت دي بنت واحد فيهم، وان هم بيتخانقوا علشان اي حاجة، فبيقولوا طب بيتها عندك النهاردة بس علشان ما نصلح ايه بينها وبين اهلها، يعني تمثيلية يعني. ثم تلاحوا بينهم حتى أظهروا كأنهم يقتتلون من شأنها وكأنها ابنة أحدهم، ثم جاءوه يرغبون معه منه لعله يمسكها الليلة في بعض زوايا بيته حتى يعودوا إليه أو ما يشبه هذا المعنى، فامتنع. فما زالوا في المكر به حتى أنعم لهم في ذلك وهو لا يعرف لها صورة. فلما جن الليل وهو مشتغل بعبادته وإذا بها قد أتته على تلك الحالة بصورة خوف لحقها، جات له بقى في الليل كأنها خايفة بتستجير بيه وتاخده بالحضن، الحقني الحقني أنا خايفة، تستجير به لتريه وجهها وتجلس معه بادية الوجه بالقرب منه. فلم تزل تكيد عليه حتى راودته وعزمت عليه بالفاحشة، فلما رأى جدها قال لها أمهلي يسيرا، وأخذ دهنا وألقاه في المصباح وزاده فتيلا، فلما قويت شمعته جعل عليها إصبعه وتركها ساعة والنار تتقد فيها حتى اشتد عليه ألم النار، صاح صيحة وغشي عليه وأدرك هي الرعب من حاله وصدقه مع الله فكفت. كأنه هذا الرجل المتعبد متصور الصورة اللي النبي قالها إنه لو وقع في الزنا هيعذب بالنار، فألم ماخده في الدنيا أحسن وإيه، وعلشان ماخدوش في الآخرة ليوم القيامة، هو دي لحظة، لكن يوم القيامة هقعد بقى في قبري أتعذب هذا اليوم القيامة. فالصورة دي نفعته يعني، فإنها درأت عنه هذه الحالة الردية يعني. فلما أصبح وأتوها وأخذوها وسألوها أخبرتهم بما جرى فارتجعوا عنه، وقال بعضهم نفسي على البرد ليس تقوى ولا على أيسر الحرارة، فكيف تقوى لحر نار وقودها الناس والحجارة. ونقف على قولي عليه السلام فقلت ما هذا، قال انطلق، فانطلقنا حتى أتينا، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.